الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. بحث الرابع دومان لباري فحوى وبو لدو جنبه وبالرسيمان كريك يقلوا كآية أخو أبي بناسخ، ويك يقلو روانجو أخو أبي بمنسوخ. إذا دينا سلباسي نسخي مخالفة، يعني مفهوم مخالفة باسكين أوجد لهرد روانجا كوا لروانجي أمو ك ببيت منسوخ، ولروانجي أمو بيت ناسخ. داري ويجوز نسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها. جائزة نسخ مخالفة بكري في المخالفة بارو تشكريت ولا أصواكي، يعني أكري مفهوم مخالفة كبتنيا نسخ وكري ولا أصواكي كبر المنطوقة كي أو نهي نسخ نكريتو. أي يجوز نسخها مع أصلها وبدونه، أو كاري وإن تجردت، يعني أكري هم واجه يعني جائزة مفهوم مخالفة نسخ وكري هم لقل أصلك هم ببي أصلك شيء، أما لا نسخ الأصل دونها. أما بوبارا أقل بمعنى أصلك واتم منطوقك نسخ بكين وببي مفهوم مخالفة أو ناتوانين، أي لا أي فلا يجوزني أو جائزني في الأظهري جائزني، كما قاله الصفي الهندي. وقصفي هندي تتي أو يوا في هندي وتوتي لشي من احتمالين لدود عن احتمال كبونسخها كلدو احتمالك أظهر كيان عدم جواز باشا أما بوشي لي أنها لبر أو مفهوم مخالفة تابعة له، تابعة بو منطوقك واتبو أصلك جاء معمولا فترتفع بارتفاعه. أقربيت أصلك نسخ كري شنك أوش تابع مفهوم مخالفك أوش أروع لقلاوة بلام، ولا يرتفع هو بارتفاعها ولا أصلك بارتفاع مفهوم مخالفك لا ناشي، يعني وقت ممكن تابعنا ميني بلام متبوعك بميني أمير، وإمكاني أوشي هيا بلان بو بارا أقل لصورتك أو إمكاني هي ممكن أصلك أقل أصلك نميني إمكاني أويني كفرعك كما في المخالفة بميني ما دام، يعني مثلا باتوجبو بجنبي تبعية كنقل لازم وملزومية دو كل بيشا باسمانك أقل جنبي تبعيتك لنزل قرين شنك ما في المخالفة تابعة لا تشوني تابع نابته كارب ولا تشوني متبوعك بلام لا تشوني متبوعك هو كارب ولا تشوني تابعك. وقيل يجوز بلام قيل على جائزة، يعني أما أو احتمال الزعيف كي بلام بري أظهرك شاكا، يعني جائزة نسخ أصل بكري ببي مفهوم مخالفك. أي باشا ونيا أي شون أي توه مقرأ السكاني إما نمانود كوا أقر متبوع لاتشو حتما تابعك جلاتشي علينا وتبعيتها له وتبعيتي بل تابعة أما تبعيتي مخالفة له بو أصلك من حيث دلالة اللفظ عليها معه لمرو أن قوي كي يقلفز هم دلالتي لسر مخالفك هيا هم دلالتي لسر أصلك، يعني زمانك دلالتي لسا أصلك هي هم زمان بتبعيتي أصلك دلالتي لسا مخالفكش هي لا من حيث ذاته، أين أوان دو ذاتي جواز يعني هي، يعني مفهوم مخالفك خوي جواز لقل أصلك جائمة. أقر بلين أصلك النسخ ويتو ببي مفهوم مخالفك ألو كاتا إما سرنجي ذاتي أصلك أدين لو أنا أو مفهوم مخالفة يا شاكا إساكة تبعيتي بو وأصلها يا لو أنا أخوي مثلا مستقل بيب لشوية كترا مدلولي دليل كتر بيت مثلا
او اختيتي لازم هكا اصلا كان اسفوق او اجنا صعبه ممكن بو دليلي ترى او سالت بامر او مثال النسخ ها دونه ما تقدم اما اگر مفهوم مخالفه نسخ ببيتو ببي اصلك مثالك كامية مثالك ما تقدم هر اويك جزريا لصفحي هشتاوا لا ولا شيء بريتي ولا شيء لو كان نسخ ابو حديثي انما الماء من الماء كحديثك او يعني دخولي بانزال موجب غسل نيه باشا بلا فان المنسوخ لو اسا انما الماء من الماء يعني او لا او ابي فرزان اجل كابرا دخولي كردو انزالي بو يا حتى اجر دخول يجنكا ولا انزالي ببي ابي غسلك اما واي اصلك اما هو نسخ نبوه اما كما مثلا رواتك انما الماء من الماء اجر او بو ابي غسلك اما هو ماوى بلا مفهومك يلا اجر او نبو يعني دخول بو بلا دخولك بدون انزال بو شاكا دهيني نحوي غسلي قرقنيه شاكا اما واقعني يعني. سأوي كوا منسوخا مفهومي أم حديثي أوش وهو ألا غسل عند عدم الإنزال أوش أوي لك أجر إنزال نبو غسلني بعد دخول سورة قرتبه متواجبي دي باشا إسا مفهومك نسخ بوتو بشي بأو حديثي تلك وتي إذا جلس بين شعبها الأربعي فجهدها وجب الغسل أبا ومثال نسخهما معا هر كان بيكون نسخ ابنه أما أن ينسخ وجوب الزكاة في السائمة ونفيه في المعلوفة الدال عليهما الحديث السابق في المفهوم مثال نسخ كان أما يك مثلا أما يك نسخ بكريتو وجوب الزكاة للسائمة مثلا في السائمة زكاة يعني في الغنم في السائمة زكاة للسائمة دا زكاة هي بران بركي أبيت معلوفين لمعلوفة زكاة نية ساقر هو نسخو بيوتو وإلي ديت للسائمة زكاة نبي وأمر لمعلوفة مثلا بقرته بس حالتي قبلي أو حكميك مفهوما بو يسابد أبيك عدم زكاة أو لا شيء قرته بس مثلا إباحي أصلي يا تحريمي أصلي إذا كان أو دوانا يعني وجوب كون فيك الدال عليهما دلالتي أكل سر هر دكان الحديث السابق في المفهوم أو حديثيك جزراء لباسي مفهومة لجلدي أولا كحديثك أوضو في الغنم السائمة زكاة يا في السائمة زكاة وقت أجر وجوب زكاة للسائمة دا نسخ بديار يعني زكاة تيها واجبنية ولبو معلوفك كحديثك إيقان من حيث هو كمفهومة زكاة تيها واجبنية أمر أجرته لمعلوفة إلى ما كان قبله بولاي بيش أويك أو حديث نازل أو حديث بوتري يا بيغمبر أو فرمودة بفرمي دلودي خايلة سربي كأوش أو ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام لو اشتاني كوا دليل عمومي دلالة أكال سري بعد الشرعي دوها أويك شرع هاد دليلك مثلا وارد أبي كأوش دي جاباش أو ما كان قبله لشي من تحريم للفعل إن كان مضرة لحرامون بفعل أجر مضر به أو إباحة يا مباح به له بفعلك إن كان منفعة أجر لشركك منفعة به مثلا خبز زكاة معلوفة أجر مثلا ورقيلي ديار مضرنية أجر بدري كواتا أجرته بصحارة إباحي قبل الشرع شن إما دواي أوي كشرع هاتوا وتو ما نسي وتو ما نهمو أو همو فعلك دواي أوي كشرع هاتوا أما نوتوا إن خلو برشرعات نهات بنا ما نزاني وتوما نهرفي عليه كأنجام كي مضر به أو حرام هرفي عليه كأنجام كي منفعت به أو مباح
لأوجه ردوزة أحارت قبل بأدليل عمومية كما يرجع في السائمة إلى ما تقدم. هل وقل سائمة شهر وآية أقرت ما تقدم يعني آية بيش أويت بيغمبر فرموي في الغنم السائمة زكاة باشا بر لو كهشت أو فرمو دينا فرمو بو هل ويست لباري حيواني سائمة وشيبو باشا على أوش أقرت ما تقدم يعني ما تقدم همان اشتكى مثلا بر لو كواجبنا بو أجر زكاة اللي ورقتنا كم مضر به أو حرامه أجر من فعد به أو مباحة لكوات يفربوه ولا في مسألة لواك من مسألة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز هر وقت وجوب نسخه به جوازه كواميني هر وقت كواتا أوش بو معناه في الغنم السائمة الزكاة إذا أجر وجوبك النبي يعني جائزة والجيلي وكات دي باشا كواتا سي حالد هي ليوه يكي قميك مخالفك ببي أصلك نسخو بي مثال من بو هيناهو يكي كشان امي هر كان نسخو بن مثال من بو هيناهو يكي كشان اوي أصلك نسخو بي ببي مخالفك كاو ديار وثمان او جايز نية في الأصغر يتي مثال ايش ما بو هيناهو اما إسا دين بواري اوه تا إسا كان مخالفة ما نكر بمنسوخ منسوخه بو ولي إسا قرك ما نبيك لناسخ بزين أكريبة ناسخ أري ولا يجوز النسخ بها أي بالمخالفة يعني بمخالفة نسخ دروزنية كما قال ابن السمعاني ابن السمعاني فرميتي بو لضعفها عن مقاومة النص شنك مفهوم مخالفة لاوازة لبرابر نصاخو بيرناجيري وقال الشيخ أبو إسحاق الشرازي أما الشيخ أبو إسحاق الشرازي الصحيح الجواز صحيح وجائزة بولي أنها في معنى النطقي شكا لي أنها وات أو مخالفة لمعنى نطقها يعني وق نطقي في أكرابي وهي يعني وق منطق حسيوة لأقر مثلا لمعنى منطقها يعني بهيزة يعني أتواني مقاومة نسكة أوش قصي الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ويجوز نسخ الإنشاء أمره نسخ إنشاء درستة ولو كان بلفظ القضاء يعني ولو كان مقترنا بلفظ القضاء با إنشاك لفظ قضاء شي لسربه ولو خالف بعضهم فيه أما بعضك هاتون مخالفين تياكر دوا لإنشاء جاك يعني لو إنشاء كأجر مقترن بلفظ قضاء به بشي هذين مخالفين كردوا لقوله وتسي إن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير مثلا قضاء ونظر قضاء وقدر يعني الرابر دوه بعلم إخوائي بالورد قاره أو استعمالك ليه لشتيكا كنقور به ليه أقل بوشتي نقور بكار به النسخ يعني قوريان يعني قوران كاري فواتا نابي أقل هاتو إنشاء مقترين بقضاء بو نابي نسخه ببيته أو إيش قصي أوه وهو قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ليس بو قرار إنشاك لا تعبدوا يعني كأنما خواي بالوردقال بإيما يفرموا لا تعبدوا إلا إياه باشا أما بغلين أما صيغينا هي جالدوا هي أمر أم قضى ربك خواي قول المقرر كريته وأنابت أني تفسيري بو قراره متواجبين أين إما هواي هواي بو ندر شوين بو تركيبة كي إما معنى مثلا أما مثلا لا تعبدوني أو أنا أني ناصبي لسري ألا تعبدون يعني جملة ألا تعبدون أمر مسألة أبو ألا تعبدوا أمر أبيت شيء أبيت مفعول بو قضاء حالبين ولا يساش دروس أبيت مفعول بو قضاء بلام واديالا او انا وكو بغي تفسيري قضاء بكاتوا خايف الولد قال بريالي داوكا او عبادت بكن بلام عبادتك كتان تاك برستان بي اي امر منظور بقضاك يعني فرماني خايف الولد قال او بلفظ الخبري استا البتا امام موردي اما قابل نسخنية شن يتيق لو اشتانيك بو نسخنا بنو امانا أويك قران كاري بسرانيه يعني
بۆنە تبدیل کرێ ئێستا مەسەلەن عیبادەت و خواپەرستی شتێک نییە کە نەسخۆکرێتەوە ئەمە ئەگەر قەواکەشی لەسەر نەبێ باشە هەر قابلی نەسخ هەر نییە منتها ئەمە میسالە بۆ ئەوەی کە ئینشا لەگەڵ قەوادا بێ موقتەرین بە قەوا بێ ئەکرێ لە شوێنێکی ترا ئەگەر قەواکەی لێلاوەی خۆی قابلی تەغییر و قابلی نەسخ بێ متوجه بین؟ باش وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر أو بلفظ الخبر يا مقترن بلفظ خبر به يا وقوبلين أو به يعني شي في المعبر بلفظ خبر به أم يعني مقترن بو مقدر مكا بل كو معبر بو مقدرك يعني أو إنشائك معبر بخبره يعني التعبير اللي دراوته بخبر واتل قالبي خبرة ذكر كراوة أجر واجب بازم هر نسق إجريته وكو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني جنان دبي خد جيري كان لشو كردن بو ما ويثي قروء أما إسا كأسي قروء يعني إسا أو وما ويثي باكي أو يتربصن بأنفسهن يا المطلقات يتربصن جمليك خبريه بران منزولي بيه فرمانة يعني ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما إنشاي معبر بخبره حالبي أم إنشاي معبر بخبره هل جائز النسخة إسا ممكن لو مثال نسخ جائز نبي لبر أوا مثلا أو أن زي سي قرأ بيويستا بتوش أكري مثلا قابل نسخ ولا نسخ نكرياته من دون أو منسوخة باء وبزان أي ليتربصن بأنفسهن وخالف الدقاق في ذلك أما الدقاق هاتوا مخالفي كردوا لمدى كجائز بالنسخ إنشاي معبر عنه بلفظ خبر ولدي أو إنشاي كمعبر عنه بلفظ خبر جائز النسخ نية نظرا إلى اللفظ بس رنجب ولا لفظك شنك لفظك خبر با معناه كشي إنشاء أو قيد بالتأييد وغيره يعني حتى عرج إنشاء جائز النسخ أجر شي مقيد كري بالتأبيد بتأبيد نك تأييد بتأبيد وغير تأبيد مثلا أبدا بيا وبني ديارة كواتبو بس يشد إنشاء خوي بمطلقي أجر قيدي بيا ونبيا وقابل النسخة ولي أجر لصورتك بل مقترن بقضاء به يا معبر عنه بخبر به يا مقيد بقيد أبدي يا شتيك فهمي معنى أبدي لي بكري به لو كانت أنا واقو ما نكري مثلا كنسخ نبن بلا أم علي بعضهم نسخ هر تعلق بس بإنشاكه وكشيوك صوموا أبدا صوموا حتما صوموا أبدا مثال بو تأبيدك صوموا حتما مثال بو غير تأبيدك بل يعني إذا أوش نسخي هر دروس هشتا وقيل لا قيل قال نخلي منافاة النسخ للتأبيد والتحتيم شكرا النسخ منافاتي هي بو تأبيد وتحتيم يعني أقل لشتك أخوائي بالوردقال لأولو دستورك إداوة ودستورك مقيد كردوة بأبدية بحتمية وبو أوي واداناوة كنسخ نكاتو آوة قلنا لا نسلم ذلك علينا ما آوة ناس المينين أو وقتا دي باشا أقر نايس المينين أقر نسخو كريتو أما تشيلي بسردي أم معنى أبدو حتموش ده على ويتبين بورود الناسخ أن المراد افعل إلى وجوده شاكا أجر ناسخك هاد بهاتني ناسخك درأك كما بست أويا لصوم حتما يصوم أبدا يعني افعل الصوم باشا إلى وجوده يعني إلى وجود الناسخ يعني أبدا تا وجود ناسخ يوا أوكار أنجام بدا كما قال كما يقال او تري لازم غريمك لكل او كسم بروك قرض لسريتي ابدا هرجيز
أماكي أي إلى أن يعطي الحق أنت أو كاتيك حقك أداته يخو ملازمة شكل لقل أو فعليا أبي هذا يشكاين به كشي أو مقيد يعني مغيب غايتك كغايتك أو كاتيك قرزك أداته غريب نبي الله. وأشار المصنف بلو إلى الخلاف الذي ذكرناه جاء مصنف بلو كنبوتي ولو بلفظ القضاء ولو بلفظ الخبر ولو قيد بالتأييد وغيره أو لو كهنا وتعالى بو إشارة كبولا أو خلافيك إما لا شرح كذا ذكر ما نكر لبرابر إيمتنا كما نو قيل مثلا نسخة كجائز نية وكذا الصوم واجب مستمر أبدا إذا قاله إنشاء وهربو جوريا أجر شارع فرمو بيتي الصوم واجب مستمر أبدا باشا يعني أجر عام جملة بيجي شارع روج واجب دريش خاينة هتا هتايا كي واجب إذا قاله إنشاء أجر لروي إنشاء أما يوتبه درستة أما جملة خبرية يعني قصدي شارع أجر أما يفرمو بيه قصدي شارع أو بيك خبري لجيك إنشاء استعمال كرد به وكو المطلقات يتربصن يعني أمش هر جائز النسخة فإنه يجوز نسخه أم جائز النسخة ولا خلافا لابن الحاجبي ببيت شواني نزري ابن الحاجب كأو بيوايا أما جملة خبرية وقابل لنسخنيه في منعه نسخه دون ما قبله لودا كابن الحاجب نسخي أم يمنع كردو النسخي أم جملة خبرية كاستمرار أبدية بيوية يعني مقيدة بوانا ولما قبلك نفي ما قبلك كإنشاب أخر سموخ إنشايا ولا قيد أبدي بيوية أما خبره قيد أبدي بيوية ولوتي إذا قاله إنشاء ألبتا دون ما قبله من صوم أبدا مثلا صوم أبدا نوت ناس خناكر ابن حاجي مخالفين كله يعني كأنما أو بلاي أو قبول بك الصوم أبدا قابل نسخ به بلام الصوم واجب مستمر أبدا نسخ بزير نبيت بلام بعض هاتون فرق يعني خستوت يعني تأبيد لما قبل كذا لو برك الصوم أبدا قيد بو فعلك وكبر الصوم صوما دائما يعني أبدا قيد فعلك به ولا لو يتريانا قيد بو وجوب استمرارك حالبي يعني الصوم واجب باشا واجب وجوبا مستمرا يا وجوبا دائما لير قيد وجوبك أغيه أجر وافرقي خي أو لا أثر له هيش برهمك لنا كبيتوا يعني فرق قبل شيء وناخره وكو دفاع لمصنف وايا الله والفرق بأن التأبيد فيما قبله قيد للفعل وفيه قيد للوجوب والاستمرار لا أثر له يعني هيش برهمك بو أو فرقانية كواتاني هيش سابدناك زاهدك الشواهي هيش لدناك بيتوا ولم يصر غيره بما قاله وغير ابن الحاجب تصريح نكر دو بويك ابن الحاجب وتياتي نا سكن عشرين نية بلا مدعاك ثابت ناكا مستمرا وجوبها بس كابو دسكرتنا أهارو إلا فعلك نكر دو أو باشا إسائي ما بحث كمان لويا على وجوبك مقيدة بنك فعلك كواتا فعلك قابل نسخ نية أو واعجي دي لواقع إشا مثلا أقر قرار بين نسخ روكا رولا شيء قال نسخك رولا وجوبك أكا جاو علي شنك استمرارك لقل أبديتك قيدي وجوبك بس وجوبك نادي نسخك ريه ولا لو يترى مثلا قيدك بوجوبك يعني وجوبك او ابدنك همان للصوم ابدنا قيدني بوجوب الصوم قيد بو خدي صومك وفعلك
بس او اكري نسخه بي انا امشي القيده بوجوبك قابل نسخ ليه توجبهم او جرى ولم يصرح غيره بما قاله تصريحي نكر غير ابن الحاجب بوشتيك ابن الحاجب وتي او مثلا ابن الحاجب فرقي او جواني خست الصوم واجب المستمر ابدا اذا قاله انشاء وتي اما قابل نسخنيه باشا بوبتن يا لجمهور مثلا او ساكري على كاكر جمهور لسر امن كجائز جائزه نسخ ام مثال بكري وما قبلك يعني جمهور لسر اول ك الصوم واجب مستمر ابدا اذا قاله انشاء اما جائز النسخه هل وقت شلون صوموا ابدا صوموا حتما جائز النسخه باشا اي باشا اي باب وشي مصنف ليردا اطلاق منع تياكر دو ابن حاجب يعني وتوتي مثلا بمطلقي الصوم واجب مستمر ابدا اذا قاله انشاء وتيتي جائز النسخ نيه باشا دي باشا اقر اما جائز النسخ نيه شلون اخنا في خلاف تياكر دو يعني اخر جمهور بيانوايا اشياء بك خلاف تيايا مثلا زيدي خويد البريايا ليوا ويتا من بيانوايا كامن نسخ تيانيه وايا من يعني نزلي من بيت شواني نزلي جمهوره كشي واي نفرمو حرف رمويتي امانه نسخ تيا دروزني اصلا اشاره بخلافه كنا كردوا على هو كانه فهم من كلامهم وفهمي كردوا لكلام جمهورا انه ليس من محل الخلاف حالي كاما يعني ام جمله خبريه كاستمرار ابديه في وبلا محل خلاف كنيه باشا اها جديار لمحل خلاف يتا جمهور لقال من حاجه الخلافي ببي بويك علي وين وتو ممكن كسي او برسياري لك على باو اويك ومحل خلاف نية اويك اقل روي انشاء ونيلي هنا اقل روي انشاء وبيلي والمطلقات يتربصن بانفسهن نوايا وني يعني جبلي خبري لجي انشاء هاتوا او شغله باوا او قيدي كوا مصنفي خا او مثلا جمهور بو قيده ونايره وتقييد المصنف به ومقيد كردني مصنف باشا له بو نس بو او مثالا كالصوم واجبنا الصوم واجب مستمرنا بالانشاء الذي اذا قاله انشائين باشا هو مراده او ما بس ابن حاجبه او ثاني يعني أو باشا حتى أو محل خلاف نية كأجر إما مثلا كسر الجملة كيو عبلي الزمان أجر بإنشاء بيليت يعني إذا قاله زمان كأجر بإنشاء بيليت أو جاء أو محل خلاف نية ونيضا هو تقييد المصنف أما كمصنف هاتوا أو مثالي مقيد كذوب إنشاء يعني إذا قاله إنشاءان باشا هو مراده أو ما بستي ابن الحاجبة وإن لم يصرح به هل شان تصريحي في أنا كردوة متواجبين آخرني ليوا لذكره منع نسخ الخبر بعد ذلك لبروك ابن الحاجب ذكري أواكاكا دواي أوا كعلي الصوم واجب مستمر أبدا أها باشا خب ممكن كسيك علي وابلي علي ابن حاجب أويك بمحل خلاف نزاني و جملي الصوم واجب مستمر أبدا به ببي أو قيدي مصنف إذا قاله إنشاء يعني أما محل خلاف به كمان في زافة كده أو إذا قال إنشاء مصنف في زافة كده باشا على ممكنة منزولي بدوني أم قيد به يعني حالي أما الشارح على إنه والله هل أوي ما بسته على بوش يذن ما أوي ما بسته على شنكا
هل لدواي ونيا كباسي أو كاكا أو مثال اللي تعرفه بو خيدا ومسيح جي أما دروزنيا شا أمن أمن نسخو ناكريتو لدواي أو باسي منع نسخ خبر أكا دي أجر لدواي أو باسي منع نسخ خبر أكا أجر منزوري أما بو تقييد ونبي خو أمش خبره دي أبو بتكرار وقته تيجي لك سكا ابن حاجب لا لا هاك ابن حاجب لكتابي خوانية مثلا هاتوا كبحثي نسخي مطرح كله أمانة على مرحلة على مرحلة أم مثالي هنا وتعالى ولوش الصوم واجب مستمر أبدا وتوتي أما قابل نسخ نية دوائي أو شبه دوائي أو على خبر قابل نسخ نية إما جران خبر قابل نسخ نية متواجبي دي أمره بوشي خو أما أجر قرار بي أمش خبر بي بوشي أمي بتنيا جاكرت ولا قال خبر كان هل داينا يا بس أمي نكر دابي وتاجي وتا خبر نسخ ناكري يعني با شو لما بتكرار أما جي كاكا ولا أما أو تقليدي كمصنف كرتك على إذا قاله إنشاءان حالي أخي ممكن أقول باوا ابن الحاجب كرفع خلافي كردو آخر جمهور كشتي هرب لا نواياك خلافي أني اللي واك خبر قابل نسخ نية بس يا واك على دوايا خبرك معنى إنشاء لإرادة نكرية قابل نسخ نية بس أخوة تعالى فرمويتي بعد داستاني موسى في غمر عزيز في غمر يبو إما جراته جملة خبرين وانا وقابل نسخ نية وانا حالي بيرويشي دي باشا خبر قابل نسخ نية سائب الحاجب بس أمي سالي كردوها لكلامك ابن الحاجب قيد إذا قاله إنشاءني بيوانية أها جاء ممكن يا ما بقولين باوا ابن الحاجب ليوا ما بس وقت كهات وفيتي أما الناس غروت يناكا بقيد كوانية هنا أجر أوج بو قيد وكش مصنف ملاحظة كردوها إذا قاله إنشاءنا شاد أوج بيوتاي نسخي درسته شنو الجملة الخبرية ولا جاء إنشاء يا وقت حالي بيرم شيء إذا إيه مش قال لنا جوابك أنا وانية أجر مصن أجر ابن الحاجب خو لحظة يدواي أو بس أو كذا نسخ خبر جائز نية باشا دي أجر قرار بمسك أبو قيدي مصنفه ما بستي أو مثال نبوية يعني أبو بتكرار بوي فز ما بستي أو بوي كان يعني وتقييد المصنف له تقييد مصنف له بو مثال بان شاوه هو مراده او ما بس ابن حاجب وان لم يصرح به هرشن خويشي تصريحي برين او تقييد ناكردوا مثلا او هروجتي الصوم واجب مستمر مستمر ابدا لا يجوز نسخه او قاله ان شاءنا كلير مصنف قاله ان شاءنا كمصنف لراوجتي او تصريحي بو ناكردوا ولا ما بس تيبوا بشي هذا ما بس تيبوا لذكره منع نسخ الخبر بعد ذلك شوف هل بدوي ولا ابن حاجب باسي منع نسخ خبرك عليه خبر جائز النسخ لي حالبين اما تعب اما نسخ انشاء اي نسخ خبر ويجوز نسخ بابس موفقش